السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم وصفه بانكيك بالشوفان. واش نحتاج في المقادير نتاعنا؟ هنايا عندي 3 بيضات، عندي 120 غرام تاع سكر بني، راح نحرص تكون معظم المقادير صحيه. عندي 8 سنتيلتر او 80 مليلتر نتاع حليب. هنايا عندي 10 غرامات نتاع بيكربونات، عندي كيس تاع سكر فاني، رشة نتاع ملح، وعندي 30 غرام ما يعادل نصف ملعقة. كي تعود هكا جامدة تكون نصف ملعقة كبيرة نتاع عسل حر، وإذا كانت سائلة ديروا ملعقة معمرة مليح. هنايا نحتاج 90 غرام من الشوفان، طبعا لازم نرحيوه ما نديروهش هكاك رقائق، والباقي راح نكملو فارينة. لو عندكم فارينة القمح الكامل تقدروا ديروا بها، وهكا راح تكون كل المقادير نتاعكم صحيه. اذا نروحوا لطريقه التحضير. اذا اول حاجه نوزنوا كما سبق وقلت لكم 90 غرام نتاع الشوفان. اذا هكا راح نرحيوه، لازم يولي كما قلت لكم بودغ. ها هو بعد ما نحيته، والان راح نروحوا لطريقه التحضير. هنايا في الوعاء راح نحط البيض، نحط القرصه نتاع الملح، سكر فاني، والسكر البني، ونخلطو. نزيد الحليب، نزيد هذيك العسل، و نواصلو التحريك. هنايا بعد ما نحاولو نذوبو هذيك العسل، طبعا اذا كانت جامده راح نضيفو هذاك الشوفان. وهنا لازم تاخدو بعين الاعتبار انو الشوفان راه يشرب، فممكن الفرينة مش راح نضيفه بزاف. قبل ما نضيف الفرينة نخليه الشوفان تاعنا، او بالاحرى نخليه الخليط تاعنا حوالي 10 دقائق باش نقدروا نتحكموا في القوام نتاع الخليط لما نضيفه الفرينة، باش نشوفوا درجة الامتصاص نتاعو. هنا يا حبوباتي بعد ما فاتت 10 دقائق راح نشوفوا. هنا راح نضيفوا الفارينة تدريجيا، اذا نشوفوا معايا، يعني مش راح نديرها مره واحده. هنايا يعني من الاحسن لو نغربلوها ونخلطوا ونشوفوا. هنايا بعينكم فقط تقدروا تعرفوا يعني القوام تاع الخليط اللي لازم يكون عليه. يعني نضيفو تدريجيا، باسكو حتى الفارينة عندها يعني درجة امتصاص. كاينة فارينة كيما على بالكم اللي تشرب، يعني ممكن تخدعنا. توجور بالفوي ونشوفو. هنا مازال الخليط يحتاج شويه فارينه. هنا القوام اللي نتحصل عليه نعطيه تموس يشبه يعني بالضبط يشبه شويه القوام نتاع البغرير، بس كما لازمش نكثروا من بعد لي بانكيك تاعنا ما يجوناش خفاف، يجونا ثقال شويه. اذا هكا يكفي. في هذه المرحله راح نزيد البيكربونات اللي تقدروا طبعا اذا ما توفرش عندكم
تعوضوه بالخميرة الكيميائية. برك أنا حبيت المكونات تكون صحية أكثر. إذا نخليو الخليط نتاعنا يرتاح شوية واحد الربع ساعة، وهنا تجيبوا مقلة من الأخضر لو تكون هذيك المقلة ما تلصقش، وتحطوها تسخن على نار ماشي هادئة، تكون يعني زايدة شوية قريبة من المتوسط، ونبداو نقليو. أنا نغطي الخليط نتاعي نخليه يريح شوية ونرجع لكم فيما بعد. هنا كما راكم تشوفوا اخواتي حطيت مقلة تيفال، ومن الأحسن لو تكون ما تلصقش. اول حاجه نديروها راح نسخنوا المقله مليح. هنايا حطيت فيها شويه فقط نتاع الزيت، ومن بعد جبت بابي ابسوربون وراح نمسحها من هذاك الزيت. النار تكون قريبه من المتوسط، يعني ما تكونش زايده بزاف، بالتالي راح تلهف لكم لي بانكيك نتاعكم. هنايا بعد ما ارتاح الخليط نتاعي كما راكم تلاحظوا، هنايا انا راح ناخذ سقاي عفوا كبير. وهنا كذلك اذا حبيتوا يكونوا لي بانكيك نتاعكم الحجم نتاعهم كبير شويه، راح ديروا يعني السقاي الكبير. انا درت فهاد فقط الصغير، مش راح نكبرهم بزاف. لما تاكدوا بلي المقله تاعكم سخنت تحطوا الكب كيك نتاعكم. فرغوا الخليط غير في الوسط، يعني باش تحصلوا على شكل دائري. طبعا كامل الاولاد يحبوا لي بانكيك، وبالتالي مش راح ينتبهوا يعني للشوفان، والطعم تاعو لا يختلف عن طعم البانكيك العادي اللي بالفرينه او بالسكر العادي. هنا راح نستناو حتى نشوفوا باللي بداو يديروا فقاعات، وما نقلبوهاش حتى نشوفوها حكمت روحها جيدا، لانه لو نقلبوها الان فرح كامل تفسد لنا وتتعمر المقله بالخليط. فهنا لازم نتاكدوا كليا باللي البانكيك تاعنا حكم روحه كليا. وهنايا علاه نقول لكم مقله ثقيله، باسكو ممكن تحمر لكم وتتحرق وهي مازالت عجينه، يعني مازالت ما طايباش. فهنا من الاحسن لو تكون مقلة ثقيلة. وهنا تأكدوا باللي الدائرة حطيتوها فوق، يعني الواحد قد قد فوق دائرة الفرن قد قد، يعني باش تجي في لون موحد. إذا هنايا ها هي بدات تدير فقاعات، راح بسباتيل غير بالعقل نقلبها. إذن هكا راح نستناها تزيد طيب شويه، حوالي دقيقه الى دقيقه ونص من تحت، وننزعوها. من بعد راح نحيو هاد من الاطراف الزايده. اذا راح ننزعها ونديرها في الصحن. من بعد كما قلت لكم راح نحيو هاد الاطراف الزايده فقط بالمقص. اذا راح نكملهم كامل، برك نحي هاد العجينه اللي لصقت، والنار تكون كما قلت لكم قريبه من المتوسط. انا هنايا النار لانه درت هذا جل الكاميرا فدرت في الكبيره على بها شويه تحمرت يعني اكثر من اللازم. اذا طريقته في الطياب كيما نطيبوا البغرير او القرصه، راح نكمل نطيبهم كامل نرجع لكم ان شاء الله. ها هي النتيجه اخواتي، ان شاء الله يكون نال الاعجاب نتاعكم. كما شفتوا سهل ومكوناته صحيه ويجي ناجح 100%.
إذن ها هو بهذه الكمية راح يخرج لكم حتى 20 حبة. شوفوا إذن أنا هنا راح نرش عليه شوية تفيق غلاس هكذا، نزينهم بحبات من فرومبواز ارتيفيسيال وتقدروا تزينوه من فوق بالبنان كما حبيتوا. هنا التزيين يرجع لكم، تقدروا حتى تحشوهم بالنيتيلا او بكريم شانتيي هكذا. واخيرا راح نديرو العسل وهكذا نكون كملتهم. نتمنى الوصفة نتاع اليوم تكون نالت الإعجاب نتاعكم. هنايا خليت لكم حبة راح نقسمها معاكم، شوفوا كيفاش يجي من داخل. إذا ها هو، صدقوني أنه يجي خفيف ويجي بزاف بنين، طعم الشوفان مش راح يبان فيه أبدا، بالعكس راح يجي جد صحي وجد مفيد لصحة الأطفال نتاعكم. وهكذا نكونوا درنا وصفة صحية. إذا عجبتكم الوصفة نتاع اليوم أخواتي ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي إذا كنتم أول مرة تشاهدوها، وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.